أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج طبختنا غير. اليوم عندنا طبق المقبلات من ابتكاراتي، أما بالنسبة للطبق الرئيسي هو طبق إيطالي بامتياز. خليكم معنا. طبق المقبلات عندنا اليوم طبق من ابتكاراتي، هو عبارة عن السبانخ بالكريمة مع الخرشوف. خلينا نشوف المكونات أول شيء سوا. السبانخ، بصل، بصل أخضر، فلفل أبيض، ملح، كريمة طبخ، جبنة بارميزان المبشورة، الخرشوف. طيب بسم الله، راح نبدأ أول حاجة بالسبانخ. عندنا راح نسخن مقلة حارة، راح نضيف عليها زيت الزيتون شوي. بعدين الفكرة أن راح نطهي السبانخ وبعدين راح نضيف عليها الكريمة. خلنا نبدأ الخطوات حبة حبة. أثناء ما قاعد يتسخن عندنا المقلة راح نقطع البصل اللي راح نحمره. طبعا دائما البصل مع السبانخ راح يعطي نكهة لذيذة ورائعة. نحاول نفرم البصل فرم ناعم. البصل طبعا اختياري على حسب الكمية اللي حابينها، ممكن نستبدله بالثوم إذا حابين، الثوم المهروس. نفرم فرم ناعم، بعدين نبدأ نضيف البصل لين ما يتحمر معنا. هذا البصل صار عندي جاهز. وفي أثناء ما احنا قاعدين نجهز السبانخ بالبصل راح نبدأ بالخرشوف. نحتاج نعطيه لون، نحتاج نحمر الخرشوف، لأن الخرشوف زي ما انتم شايفين لما نشتريه طازج أو معلب أو مثلج لونه، يعني هو مطبوخ يكون جاهز إذا هو معلب أو مثلج، بس إن اللون نحتاج يعني نتحمر أكثر، فراح نحمره في المقلة كمان. فراح ناخذ مقلة ثانية. نضيف عليها زيت زيتون. ننتظر الزيت لما يصير حار. في هذه الأثناء راح نقلب البصل. لازم البصل يتحمر عشان يعطينا لون حلو. نقدر نملح الحين، نضيف الفلفل الأبيض عليها، رشة فلفل حلوة كذا. طبعا رشة الفلفل والملح مع بعض. نستمر بالتقليب. أول ما نحس اللون تغير معانا شوي، مو لازم إنه يصير يعني بني مرة غامق، لأن كله راح يتحمص معانا بالفرن. متى ما اللون يتغير شوي نبدأ نضيف عندنا السبانخ. نضيف السبانخ على كميات أكثر، يعني على أكثر من مرحلة نضيفه، لأن كمية السبانخ كبيرة بس راح تطلع الموية وراح تقل الكمية. نبدأ نضيف ونحرك في نفس الوقت لين ما السبانخ يطلع مويته. طبعا السبانخ احنا نبغى مويته كلها تطلع بالكامل، فأنا ملحت في البداية وفي النهاية راح أملح كمان عشان تطلع الموية الباقية اللي فيه. لازم السبانخ تطلع مويته كاملة، ولما نبدأ نحشي الخرشوف فيها نتأكد إنه ما في موية، نبغى تنشف مويته بالكامل عشان يكون معنا الطعم رائع. نبدأ نحرك، كل ما ذبلت معنا السبانخ نضيف كمية زيادة. أنا أفضل بالنسبة للسبانخ، في سبانخ أحجام في السوبر ماركت، في الحجم الكبير وفي الحجم الصغير، وفي الحجم الإيطالي المستورد برضو يفضل السلطات نستخدمه، بس في النهاية أفضل الحجم الصغير لأن طعمه أفضل. الحجم الكبير مر شوي، يكون فيه مرارة خفيفة. كل ما ضفنا سبانخ نحرك عشان تطلع مويته معانا. استمر في التحريك. في هذه الأثناء عندي المقلة صارت حارة، راح أبدأ أحمر فيها الخرشوف. طبعا الخرشوف انا اخترت لكم اليوم حبات صغيره عشان انها تكون لما ناكلها ناكلها بلقمه واحده.
نحمرها من الجهتين، الجهة اللي فوق أو الجهة العليا والجهة السفلية. راح أحمر 8 حبات، هذه 4، وما نبغى يعني نطبخها كثير، مجرد تحمير لأن حنكمل طبخها بالفرن. وهذه الحبة الأخيرة، نختار الحبات الحلوة وبعدين نرجع للسبانخ نتأكد أنه قاعد يذبل معنا ويطلع مويته. ممكن نملح الحين كمان زيادة لأن السبانخ يسحب الملح، يعني حطينا ملح في البداية بس السبانخ الحين لازم نملحه كمان لأنه راح يسحب ملح ويحتاج ملح كثير. وطبعا في الأثناء هذه يفضل أنكم تذوقوا الملح عشان تأكدوا أن النسبة اللي وصلتوها الملح مناسبة لكم. طبعا الملح دائما حسب الرغبة، في ناس تحب الملح زايد تحب الملح ناقص. راح أضيف كمان فلفل أبيض عشان يحسن من نكهة والطعم معنا. يعني الحين راح نقلب حبات الخرشوف، شوف اللون اللي اعطانا اياها، هذا اللون مع الحراره راح يبرز النكهه اللي من الخرشوف، راح يبرز النكهه وشكله في التقديم مشهي اكثر من انه يكون مسلوق. الله عليك، الله. طيب نتأكد ان السبانخ ذاب معانا كله. اذا حابين تسرعوا الموضوع ممكن تصفي موية السبانخ نفسها. فانا ايش حسوي الحين، من يوم ما يتحمر معاي الخرشوف راح احطه على الصينية اللي راح ادخلها الفرن، وراح ابدأ احط السبانخ بعد ما اضيف الكريمة، حنحط جبنة البارميزان وحندخلها الفرن لين ما تذوب معنا الجبنة. الموية اللي زايدة هنا ممكن نضيفها على الخرشوف عشان يعطي نكهة، أو الستوك أو المرقة السبانخ نضيفها للخرشوف. شوفوا كيف، وعشان يخليه كمان مويست أو يخليه معانا يعني طري أكثر. تمام، خلاص الحين حنطفي النار على الخرشوف. راح نبدا نضيف الكريمه للسبانخ، نضيفها بالتدريج ونقلب. هي الفكره ان سبانخ بالكريمه، سبانخ كريميه. اذا ما انتم حابين الكريمه ممكن نقدم السبانخ مثل ما هي، بس الكريمه راح يعطي يعني طعم غني اكثر. والكريمة طبعا زي ما انتم شايفينها سائلة شوي، بس بالفرن راح تتماسك مع السبانخ اكثر. يا عيني، الله. طيب نتأكد اول شيء ان السبانخ قاعد يمتزج مع الكريمة، تقريبا صار معنا جاهز. راح نطفي عليه النار. بعدين الخطوة اللي بعدها نبدأ ناخذ حبات الخرشوف نحطها في صينية الفرن، صينية التقديم. مو صينية التقديم، صينية الفرن. حبة حبة. وبعدين راح نبدأ نحشيها السبانخ الكريمية. طبعا حبات الخرشوف ممكن تستخدموا الحبات الأكبر أو الحبات الصغيرة على حسب الرغبة. أنا فضلت إني أستخدم هذه إن الفكرة تكون إن ناكلها بلقمة واحدة. راح نبدأ نضيف الحين السبانخ. إذا استخدمنا حبات الخرشوف الكبيرة راح يكون عندنا مثل الصحن أو الوعاء، راح نقدر نعبي كمية أكبر. ففي النهاية كلها على حسب رغبتكم. يعني راح آخذ ملعقة شاي صغيرة وأبدأ أحطها على الخرشوف السبانخ. وإذا حابين تستبدل السبانخ مكون آخر ممكن نستبدله في أي مكون، وممكن نضيف مع السبانخ كمان الفلفل بارد ألوان، يعطينا ألوان حلوة.
طبعا هذه الخطوة، بعدها في خطوة أخيرة اللي هي جبنة البارميزان، نروح ندخلها الفرن. نتأكد بس أهم شيء إن الكمية، كمية السبانخ مناسبة مع كمية الخرشوف. وأنا دائما أحب أقدم لكم وصفات سهلة بس في نفس الوقت فيها مجال للابتكار. يعني مثلا الخرشوف ممكن نستبدله بشيء ثاني، ممكن نستبدله بال ممكن البصل نفسه نسوي له سوتيه أو نحمره في المقلة ونخليه نفس الكاس ونحشيه. ممكن نستبدله بأي نوع من الخضار. فأنا أعطيكم الأساسيات وأنتوا في البيت ربات البيوت ممكن تبتكروا، في مجال ابتكار مفتوح عندكم. الحين راح نبدأ نضيف جبنة البارميزان. حتى نوع الجبنة ممكن نغيرها، بس أنا اخترت البارميزان لأنه يلبق مع السبانخ والخرشوف. نحط كمية حلوة كذا، راح ندخلها الفرن. طبعا الفرن درجة حرارة 180، ما في وقت معين، بس أهم شيء الفكرة أنه أبغى تذوب الجبنة معي. يلا الحين راح ندخلها الفرن. راح نحطها بالفرن. هي على العموم ما تحتاج وقت، بس أنا راح أحطها مدة دقيقتين. دائما الوقت يذكركم عشان الواحد ما يحط أكل وينساه بالفرن. حطيت دقيقة ونص، راح أرجع أجهز لكم البصل الأخضر للتزيين. راح نستخدمه للتزيين، راح أبدأ أقطعه. طبعا ممكن زين بأي حاجة، أنا استخدمت بصل أخضر عشان يعطينا لون. أعواد البصل الأخضر استخدمتها. نختار دائما في التزيين نختار الأعواد اللي شكلها حلو جميل. نبدأ نقطعها إلى شرايح نحيفة مرة. طبعا دائما لما نقطع خصوصا البصل الأخضر لأنه فيه موية كثير، إذا قطعنا يعني ضربناه كذا راح يطلع الموية الفيه راح يخرب. لازم بحركة أن نسحب سكينة ونرجعها، نسحب سكينة ونرجعها، نسحب سكينة ونرجعها، كذا راح نحافظ على موية البصل وعلى شكله وقوامه. والبصل الأخضر كل ما قطعناه أنحف كل ما كان شكله أجمل في التزيين. هذه كمية كافية عندي للتزيين. راح أرجع أشيك على الخرشوف الكريمة والجبنة البارميزان. زي ما قلت لكم في البداية ما في وقت معين، أهم شيء جبنة البارميزان تذوب معي. راح أشيك عليها. ما شاء الله الجبنة ذابت دقيقة تقريبا. حنشيل يا عيني. راح نبدأ نزين الحين الصحن النهائي. بس راح أطفي التايمر وأرجع لكم. طبعا قدمها شكلها جميل للتقديم في النهاية، ونقدر نقدمها على صحون كبيرة صحون صغيرة حسب رغبتكم. يا سلام. نضيف البصل، ممكن نزين الصحن ونزين حبات الخرشوف نفسها كمان. يا سلام. اوبا تفضلوا. اتمنى ان يكون صحن مقبلات عجبكم. نطلع فاصل ونرجع بالطبق الرئيسي.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل مع الطبق الرئيسي، طبق إيطالي بامتياز اللي هو ريزوتو روبيان. خلينا نشوف مع بعض المقادير أول ونبدأ الطبخة خطوة بخطوة. عندنا الروبيان مقاسين، مقاس صغير ومقاس كبير، رز الريزوتو، البقدونس وبصل، ثوم، الزبدة وبابريكا حلوة، جبنة بارميزان المبشورة، فلفل أسود، ملح، عصير عنب الأبيض. وطبعاً أثناء شغلنا راح نستخدم مرقة الروبيان في الريزوتو عشان يعطينا القوام المناسب. أول حاجة الروبيان راح أقدمه بطريقتين أو نستخدم يعني أكثر من تقنية. التقنية الأولى راح نشوي الروبيان الكبير، راح نزين فيه الصحن في النهاية، وعند الروبيان الصغير راح أستخدمه في الطبخ. عند الروبيان الكبير هنا، هذا الروبيان مقاسه U10، يعني ليه يسموه U10؟ لأنه اليو أندر 10، يعني مقاسه أصغر من العشرة، يعني كل كيلو في 10 حبات روبيان. والروبيان الثاني مقاسه 16-20. ليه 16-20؟ معناها كل كيلو فيها من 16 إلى 20 حبة روبيان. طيب أخذنا الروبيان، راح نتبله بشوية ملح ونضيف عليه فلفل أسود، ممكن نستبدله بالفلفل الأبيض، وبابريكا حلوة. طبعا بابريكا حلوة ما يستخدموها الإيطاليين كثير، بس أنا حبيت أضيف كذا نكهة مختلفة شوي. راح نحط عليه شوية زيت زيتون عشان يعطينا لون رائع بالفرن ويتحمص معنا. راح ندخل الفرن على درجة حرارة 160 لمدة 20 دقيقة، من 15 إلى 20 دقيقة. راح ندخل هذا الفرن. راح أحطها على 15 دقيقة عشان ما أبغى الروبيان ينشف معي مرة. هذه 15 دقيقة. راح أغسل يدي لبعد من الروبيان ونبدأ طبق الريزوتو مع بعض. طبعا أول حاجة عندي المقلة، هذه دائما في الريزوتو لازم نستخدم المقلة أو سكلت تكون عميقة شوي عشان نقدر نقلب الرز فيه على راحتنا. نحط المقلة هذه ونبدأ على حرارة واطية. راح نضيف الزبدة أول شيء. الزبدة مكون رئيسي في الريزوتو عشان يعطينا القوام اللي محتاجينه. راح أضيف قالب واحد من الزبدة، بعدين راح نضيف الثوم والبصل. راح أخذ فص بصل واحد، أفرم وفرم ناعم ونضيفه للزبدة لين ما يتحمر. وكمان البصل عندي راح نفرمه فرم ناعم. ممكن نستغني على البصل ونكتفي بالثوم. راح أخذ البصلة، ما راح أستخدمها بالكامل لأنها كبيرة، راح أستخدم نصف البصلة بس. كل ما كان فرم ناعم كل ما كان أفضل عشان ما نحس بطعمه، عشان ما نحس في قوامه وفي نفس الوقت نحس في طعمه. فرم ناعم، الكمية هذه كافية عندي. بس نتأكد أول حاجة إن الثوم تحمر معانا. طبعا أنا حاط مرقة الروبيان من قبل، لازم تكون حارة معانا لأن راح نستخدمها تسخن. ممكن نستبدلها بمرقة الدجاج إذا حابين، لأن الريزوتو يتقدم ممكن بالروبيان، ممكن بالمشروم. هو المشروم والروبيان أشهر شيء في إيطاليا. طبعا هنا بدأ يتحمر معنا، راح نضيف البصل. زي ما اتفقنا ما نكثر في الكمية مرة. نبدأ نحرك باستمرار. متى ما تحمر معنا البصل راح نضيف قالب ثاني من الزبدة.
عشان نحمر الروبيان اللي عندنا. طبعا زي ما قلت في البداية عندي الروبيان الحجم الكبير اللي شويته بالفرن، وعندي الروبيان الحجم الصغير راح أطبخه مع الروزيتو عشان يعطي النكهات تكون متجانسة مع بعض، وعشان في النهاية وقت التقديم نشوف الروبيان قدامنا يكون شكله حلو ورائع. طيب متى ما بدأ يتحمر راح أضيف قالب زيادة من الزبدة، بعدين راح أبدأ أضيف الروبيان اللي عندي. الروبيان يفضل حجمه ما بين الصغير والمتوسط عشان ينطبخ معانا بسهولة ويمتزج مع الروزيتو. نقلبه تقليبة حلوة كذا. طبعا إذا حابين أن نسرع عملية طهي الروبيان ممكن نسلقه من قبل كمان، بس أنا أحب أني أطبخه مع الثوم والبصل عشان يأخذ النكهات كلها. راح نملح ونحط فلفل أسود، رشة حلوة كذا وخفيفة. يا عيني الله، يا سلام أحلى تمليحة. والفلفل الأسود، الله عليك يا سيدي. الله عليك، زي ما انتم شايفين كل الروبيان مع البصل قاعد يتحمر ويعطينا شكل حلو ونكهة رائعة. نقلبه شوي، يا سلام. الحين طبعا المرحلة هذه متى ما حسينا ان الروبيان بدأ يستوي راح نضيف الروزيتو. طبعا ممكن نضيف قالب زيادة من الزبدة عشان يحمر الرز الروزيتو معانا. واكيد في المرحلة هذه اذا حابين نستبدل الروبيان او نضيف مكونات بحرية ثانية ممكن نستخدم اي مكونات بحرية ويكون طبق من مكونات البحرية المتكاملة عندنا. الحين متى ما بدأت الزبدة تذوب راح نضيف الرز. يا سلام ويا مدام، وأحلى كلام. طبعا الرز اللي استخدم روزيتو فيه نوعين الإيطالية، ممكن نستخدم أي نوع منها. هي دائما رز روزيتو حبته صغيرة ومنتفخة شوي، يعني مشابه للرز المصري بس مختلف عن الرز المصري. في ناس تستخدم الرز المصري بس ما أنصح أنا. نبدأ نقلبه لين ما يتحمر الرز معانا وياخذ القوام معين كذا. بعدين الخطوة اللي بعدها راح نضيف عصير العنب. عصير العنب الأبيض طبعا مكون رئيسي مرة في إيطاليا ما يستغنوا عنه، لأنه يعطي نكهة مميزة ورائعة. نقلب تقليب كامل، أهم شيء الرز ياخذ لون، لازم الرز ياخذ لون. طبعا رز الروزيتو ما ينغسل ولا يتنقع ولا يتصفى، مثل ما هو نحطه بالكامل عشان نبغى يحافظ على القوام، ما نبغى يستوي 100%، لازم يحافظ على قوامه. متى ما حسينا أن الرز بدأ ياخذ اللون الجميل هذا نبدأ نضيف عصير العنب. طبعا عصير العنب ما حنضيفه بالكامل، راح نضيفه على أكثر من مرحلة. نضيف مرحلة خفيفة ونقلب. يعيني متى ما راح العصير نبدأ نضيف مرحلة ثانية ونقلب. يا سيدي شوفوا كيف، ونبدأ نضيف كمان. هو هذا التكنيك المطلوب بالروزيتو، ان نضيف السوائل خطوه بخطوه الين ما تتماسك مع الرز، ما ينفع نضيفها مره واحده. شوف كيف قاعد يتماسك معاي. الحين انا اكتفيت بعصير العنب لانه بدا يعطيني القوام اللي احتاجه، لانه كمان ما ابغى اضيف سوائل كثيره لان عندي مرقه الروبيان اللي راح استخدمها. أبدأ أضيف مرقة الروبيان الحين. طبعا المرحلة هذه تأخذ منكم وقت عشان يضبط الروزيتو 100%،
يعني راح تاخذ تقريبا من 10 دقائق الى 15 دقيقه. كل 3 دقائق نضيف ملعقه من مرقه الروبيان ونقلب. نضيف ملعقه من مرقه الروبيان ونقلب عشان نكون سوينا التقنيه الممتازه المطلوبه او التقنيه الايطاليه الاصليه. زي ما انتم شايفين ضفنا، نبدا نقلب لين ما تنشف المرقه، نبدا نضيف كمان ملعقه ثانيه. طبعا القوام نفسه حق الريزوتو انه يكون الرز متماسك وفي نفس الوقت مو متعجن، متماسك ومو متعجن، عشان كذا احنا نضيف السائل يعني خطوه بخطوه. الحين راح نضيف ملعقه ثانيه، طبعا لازم المرقه تكون حاره معنا. هذه الملعقه الثانيه معنا، نقلب. الحين بدأ يتماسك معانا الرز، هذه آخر ملعقة من المرقة. هذا قوام المطلوب معانا. مثل ما قلنا في البداية ما نبغى الرز يتعجن وفي نفس الوقت نبغاه متماسك. زي ما انتم شايفين متماسك وما تعجن معانا. الحين نقلب القلبة الأخيرة. نقلب القلبة الأخيرة ونتأكد طبعا انه شوفوا هذا القوام المطلوب. هذا أحلى روزيتو ممكن تأكلوه في حياتكم. طيب الحين الخطوة اللي بعدها، زي ما انتم شايفين وصلنا للقوام المطلوب، الرز متماسك ولا هو ناشف نفس الوقت. الحين الخطوة الأخيرة راح نضيف قوالب الزبدة عشان تعطينا لزوجة أكثر. راح نضيف قالبين من الزبدة وندوبها، ندوبها مع الرز أو مع الروزيتو، تأكد إنها ذابت. راح نضيف جبنة البارميزان المبشورة، نكون يعني نضيف كمية حلوة يعني عشان يعطينا القوام الكريمي هذا. الزبدة مع الجبنة راح تعطينا قوام رائع ونكهة رائعة أكيد ومميزة. طبعا المرحلة هذه ممكن تطفي على النار لأن كل شيء حار عندنا، بس الفكرة أننا قاعدين نذوب الزبدة ونذوب الجبنة. أنا حطيت أول شيء قالبين من الزبدة، راح أزود عليها قالبين كمان، أقلبها. وفي ناس تضيف كمية من الكريمة بسيطة، بس هذا مو التكنيك الإيطالي الأصلي، هذا التكنيك الإيطالي اللي يستخدموه دائما. أو في روزيتو طبعا اللي بصلصة الطماطم، يضيفوا عليه صلصة الطماطم يصير لون روزيتو أحمر. بس هذا أحسن شيء أنا بالنسبة لي كرأيي الشخصي، أنا أفضل روزيتو هذا. راح نضيف باقي كمية الجبنة ونقلب عليه ويكون معنا روزيتو جاهز بعد ما نشيك على الروبيان اللي بالفرن. هذا يا مشاهدي الكرام روزيتو معي جاهز 100%. شوفوا القوام كيف صار، شوفوا اللزوجة والتماسك، وفي نفس الوقت ما تعجن معي. هذا المطلوب. لو تنفذوا الخطوات اللي قلت لكم إياها بالضبط راح يطلع معكم أحلى روزيتو. طيب خلنا نشيك الحين أول حاجة على الروبيان. ها وهذا خلص معي الروبيان، حشيك عليه. الله يا سلام. طبعا انا فضلت في البدايه اني استخدم الروبيان الحجم الكبير لانه زي ما انتم شايفين مع الشوي بالفرن راح يصغر شوي، فكل ما كبرتوا حجم الروبيان في البدايه يكون افضل. الحين راح نبدا بتركيب الصحن. هذا الصحن عندنا راح نبدا نركب فيه. ممكن نستخدم
نبدأ نحط الروزوتو بشكل كذا حلو جمالي. حبيت أقدمه بصحن كبير عشان يكون يعني مناسب للمشاركة في العائلة في البيت. للعائلة في البيت يكون مناسب جدا لهم. طبعا هذه مرحلة أخيرة خلاص ما نقدر نضيف بعدها لا الزبدة ولا الجبنة. ممكن في ناس يحطوا الجبنة يزينوا فيها في النهاية، بس هذه يعني الطريقة الإيطالية الأصلية فأنا ماشي عليها، ما حبيت أغير كثير. بعدين راح أبدأ أضيف حبات الروبيان. حبات الروبيان راح تعطي شكل كمان رائع وجمالي للصحن. ممكن إذا حابين تستخدموا، ممكن عندنا لو استخدمنا يعني نوع آخر من السيفود حنجمل فيه الصحن كمان في النهاية، سواء يعني الأصداف أو الكلاماري أو اللوبستر على حسب الرغبة. بعدين عندي في النهاية راح أزين بأوراق البقدونس وهذا أعزائي المشاهدين طبقنا لليوم. أتمنى أنه يكون عجبكم. والله عليك يا سيدي وتعال كل من إيدي. نطلع فاصل ونرجع مع حلويات الشيف آمنة. رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام مع حلويات الشيف آمنة. شيف آمنة كيف حالك؟ بخير. أهلا وسهلا. أهلين. إيش حتقدمين لنا اليوم؟ اليوم بسوي لك ركان وبسوي لكم مشاهدينا الكرام رغيف الموز وبنزينه بكريمة الجبنة. يا سلام. أوكي؟ تمام. نبتدي؟ يلا تفضل. جاهز؟ جاهز. ما أكلت شيء لنا حين صح؟ أنا جوعان. أوكي. نبتدي بالمقادير. أول شيء الكيكة نفسها اللي هي البنانا لوف أو رغيف الموز. عندنا الطحين، سكر، ملح، فانيلا، بيكنج باودر، ليمون، خل أبيض، زبدة، بيض، وأهم شيء طبعاً الموز، وعندنا حليب. أما بالنسبة لمقادير التزيين اللي هي كريمة الجبنة، عندنا جبنة كريمية هني وفانيلا، سكر باودر وزبدة. يا سلام. Okay. شكلها شهي. شكلها شهي وهي لذيذة وصحية وسواء حق بعد وجبة بعد الفطور أو حتى الصبح على وجبة الريوق أو الإفطار. يا سلام. معك كاس قهوة كذا. الله. أنت كل شيء معك كاس قهوة تبغي. طبعا لازم قهوة مهمة. أنزين أول شيء نبتدي طبعا نخلط المقادير الجافة عندنا. الطحين نحط عليه البيكنج باودر مع الملح. ركان بعطيك اياه عشان تخلط لي اياه. ولا يهمك. بس حطينا الطحين والبيكنج باودر والملح. الملح نعم. الحين اثناء ما ركان يخلط عندنا الطحين والمواد الجافه اللي عندنا براويكم مشاهدينا الكرام كيف نحن ممكن نسوي شيء نحن نسميه الحليب بالرائب او الباتر ميلك. الباتر ميلك مو موجود عندنا عاده نحن في السوبر ماركت. اذا مو بحابين نستخدم اللبن ممكن نسويه بهذه الطريقه. عندنا مقدار الحليب العادي ونضيف عليه شويه خل ابيض. خل ليه وش السبب؟ خل ابيض عشان يخلي الحليب عندنا رائب. اوكي. فنحن هذا اللي نبغي نزيد نسبه الاسيد فيه او الحموضه فيه عشان يتكتل عندنا شوي ويستوي مثل كيف اللبن عندنا كيف يسوى. يصير ثقيل معنا شوية. يثقل وبتشوف كيف يتغير الحين ويانا إذا أخذ. بس ياخذ وقت لما يثقل يعني ولا على طول؟ لا على طول. شوف من مجرد حطينا
قام حتى سوى طبقة على الخاشوقة عندنا. يا سلام على أحلى خاشوقة. أوكي بنخلي هذا على صوب. بعدين عندنا ننتقل للموز. الموز طبعا لازم يكون الموز مستوي، وكل ما كان كل ما استوى اكثر كل ما يكون افضل. كل ما القشره مالت الموز يعني كانت مثلا سودت عندكم، هذا هو افضل موز تستخدمونه، لان نسبه السكر فيه تكون حلوه وعاليه. نضيف عليه شويه ليمون، عصير ليمون. وش سبب الليمون؟ طيب اضافه الليمون لان احنا ما نبغى يتاكسد عندنا. تمام، عشان ما يسود كمان. عشان ما يسود طبعا. مثل ما تشوفون هنا مشاهدينا هو مستوي عندنا، لكن بعد اذا كان مستوي اكثر بيكون احلى واحلى. طب أكمل عنك خطوة هذه؟ كمل عني لو سمحت. في هاي الأثناء اللي ركان يهرس فيه الموز، أنا بسوي بخلط كل ال... قادر تدبر أمورك؟ موز ترى. ما تبغي هذا ملة أكبر؟ موز ترى لا تخافي. بعطيك ملة أكبر. لا 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 تخافي أمورك. بناخذ الزبده وبنبتدي نخلطها مع السكر. الزبده تكون على درجه حراره الغرفه. تبغي الموز مهروس مره على الاخر. الحين ايش حطينا اول شيء؟ ماني معاك مركز في الموز انا. زبده وسكر. زبده وسكر. اي زبده وسكر. بنخلطها في الخلاط الكهربائي لين ما كل شيء يتماسك ويانا، وشوية نحس إن السكر بدأ يذوب ويانا. تمام. أول طيب شيء الموز جاهز أتوقع. ممتاز، شغل حلو. شفتي كيف؟ أوكي نخلطه بهالطريقة. هذا ينضرب الخلاط هذا. ينضرب الخلاط. أكمل لك عليها. أنت كل شيء تبغى تسوي روحك؟ مش خلصت نص شغلك أنا الحين. أكمل لك عليها. كمل. في إضافات زيادة هنا. إيه كمل. أثناء ما أنت تخلط أنا بضيف البيض حبة حبة وبضيف الفانيلا. تمام كذا. تمام ممتاز. بس بعطيك طريقة سهلة أن نقدر نطلع اللي خلطنا. نطلعه ونشغله. نشغل بالضبط. نطلعه ونشغله. الله عليك. أنا غلطانة يا سعلمك أسرار المهنة. بالعكس. إنزين الحين بس نتأكد أن كل شيء نخلط ويانا عدل. من على السايدز، الأطراف، من تحت. أوكي. الحين نضيف أول شيء ممكن نضيف الموز. والله خطواتها سهلة للحلا. سهلة وسريعة. طيب ممكن بدل الموز أحط شيء ثاني اللي ما يحب الموز؟ في كثير ناس ما تحب الموز ما أدري ليش. بس الكيك يحبوا كيكة الموز. هي بس أو هي رغيف الموز. اسمها رغيف الموز، اسمها بنانا لوفي يعني. طيب لا أحط تفاح. ولا لا لا لازم شيء طري شوي. إنزين الحين نضيف شو المكونات؟ الجافة نضيفها كاملة. هي الجافة. تعرف في ناس بعد شو يحطون ركان؟ في ناس يحطون كوسة. كوسة؟ كوسة. كيكة كوسة؟ هي الله. هي تكون لذيذة على فكرة. بالله كيكة كوسة؟ والله العظيم هي. أول مرة أسمع فيها هذه. لا لا تكون حلوة يعني، تكون زوكيني لوف. طب حتسوي لنا إياها؟ تبغى أسوي لك إياها؟ بسوي لك إياها. والله يا ليت. إن شاء الله. زين الحين طبعًا بنخلطها بس لين ما كل شيء يمتزج مع بعض، ما نبغى نخلطها زيادة عن اللزوم عشان ما نبغى نفعل شو الجلوتين اللي داخل الطحين. إذا فعلنا الجلوتين مشاهدين الكرام الكيكة بتتم عنا قاسية. و يعني مو طريه كفايه يعني. مو طريه كفايه بالضبط، تنشف عنا بعد وايد بسرعه. والحين انا هل في خطوه بعدها هذه ولا الحين المكونات هذه خلاص حنستخدمها للزينه صح؟ هذه المكونات بتكون حق الزينه. فشو يعني الحين راح نخبز؟ الحين بنخبزها طبعا هاي الكميه تكفي حق تو لوف بانز، اثنين من هذيله. اذا عندكم لوف بان اكبر واحد بيكفيكم. أوكي. بس إذا هذا الحجم فاثنين. ودائما نحط ورق الزبدة تحت. نحط ورق الزبدة ويفضل بعد إنه يعني شوية نمسحها بالزيت. طبعا أنا لاحظت ناس ورق الزبدة يبلوه في مويه ويحطوه يبل الورقة نفسها. هي ما أعرف أنا ليش يبلون الورقة نفسها. لا. شفت أنا عندي أسرار كمان مو بس. عندك أسرار لازم أنا أدور وأبحث.
طبعا احنا مهنتنا هاي لازم كل مره يطلع لنا شيء جديد لازم نتم على درايه ولازم نتم نقرا ونشوف شو اخر الترندز وشو الادوات الجديده المستخدمه تسهل علينا حياتنا. اكيد مجال الطهي بشكل عام كله كذا المجالات الحرفيه عموما. صحيح. صار جاهز معنا الحين بس نضيف عليه اخر شيء اللي هو الحليب الرائب او الباتر ميلك. شوف كيف صار ويانا، صار اثقل. الا صحيح صار اثقل وصارت فيه مثل كتل، كتل تكتل شوي. بس هذا المطلوب صح؟ هذا المطلوب بالضبط. اذا ما بحابين تسوون هاي الخطوه ممكن تستبدلون مشاهدينا الكرام الحليب الرائب باللبن مثل ما قلت، لكن يكون اللبن ما في نسبه ملح كبيره ويكون شوي سميك عندنا ثقيل. طيب اكثر اللبن فيه ملح كثير في السوق؟ لا في البان ما فيها وايد ملح. ما فيها ملح. هي. هذا نفس الشيء بنخلطه لين ما كله شو يتماسك يانا. بعد المرحله هذه بنبدا الخبز. هي بنبدا الخبز بنحطه في الوعاء اللي عندنا هني، وعاء الخبز في اللوف بان، وبنخبزه. بنخبزه لمده؟ بنخبزه على درجه حراره 130، نبغى درجه حراره يعني خفيفه ما تكون وايد عاليه لمده 25 دقيقه ل 35 دقيقه. لازم نتم نراقب على حسب يعني. الفرن هي على حسب الفرن ونتم نراقب افضل. لا هو دائما بالنسبة للحرارات درجة الحرارة يختلف من فرن لفرن خصوصا في الحلويات، فدائما تجرب الوصفة الأولى بفرن مختلف عن تشتغلي عليه يختلف معاك. بالضبط بالضبط. هي ماركة كل فرن عن فرن تفرق بعد، يفرق على توزيع الحرارة بالفرن نفسه، يفرق على درجة الحرارة نفسها، حتى الأفران البيتوتية تختلف عن المطاعم مثلا. أكيد أكيد. إذا كان غاز كهرباء هو يفضل طبعا الخبز دوم يكون في أفران الكهرباء. الغاز ما نقدر نتحكم في درجة الحرارة. صح وايد. صح. الغاز للطبخ أفضل يعني. هي الغاز للطبخ أفضل. أنا في النهاية إحنا ما نبغي هالتحمير فوق الأكل، ما نبغي نذوب شيء، إحنا نبغي الكيكة تنطبخ كلها من داخلها ومن برا. طبعا الفان أو المروحة يكون أفضل نستخدمها دوم عشان توزع الحرارة. إيه بالذات للكيكات. أوكي خلاص بهالطريقة نكون خلصنا. ساعدك هنا. حطها في ترفع لي بس الملة بليز. الملة بشي. ومثل ما قلت قبل هاي الكمية تكفي حق اثنين اللوف بانز أو وعائين. ما نترس الوعاء كامل لأنه في بيكنج باودر راح ينتفش معنا، ينتفخ معنا. ينتفخ ويانا. فكم الكمية؟ ممكن ثلاث أرباع تقريبا. ثلاث أرباع ممتاز يكون. إن هذه الكمية مناسبة. هذه الكمية مناسبة. الحين بتدخل لي هاي لو سمحت الفرن. قلنا اتفقنا 35 دقيقة مبدئيا. 25 35 دقيقة. يعني حنحطه 25 وبعدين نشوف. هي أفضل. وطبعا مشاهدينا احنا ما بنتريا لما هذا يستوي عنا. أنا مجهزت لكم كيكة من قبل. براويكم الحين كيف شكلها. بس نشيل هذا. طيب حطيت الحين على 25. هذه مجهزة من قبل؟ هذه جاهزة من قبل، جهزناها وبردناها. طبعا احنا قبل ما نزين اي كيكة مشاهدينا لازم نتأكد ان الكيكة باردة عندنا ولا اي تزيين بيذوب. يا سلام ما سوينا شيء. اي صح يعني. مع الحرارة اكيد. فشوف بهالطريقة طلعت عندنا الكيكة. بس من برا لا هي قاسية ولا هي طرية، بالوسط. اتوقع الطبقة الداخلية راح تكون أطرى. بتكون طرية. هي الطبقة الداخلية طرية وخاصة حطينا فيها الموز، الموز يخلي الأشياء طرية من داخل. أكيد أكيد. إنزين الحين ننتقل لشو للتزيين. التزيين أشيلها. طيب اصبر شوية. طيب خلها خلاص. داخل لما نخلص التزيين. تبغى تشيلها خلاص أوكي عن خاطرك. أقول لك لا حطها هني. طبعا راح أشيلها بدون ورقة. كيف يشلونها؟ كذا. ممكن تسويها شيء ممكن تجلبها. خلاص خلاص شيلها. لا لا شيلها شيء، شيلها شيء احلى. بعدين حسحب الورقه من تحت. اوكي شوف شكلها احلى. اسوي كذا. والله خاف تنكسر. لا 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 ما بيستوي فيها شيء. يا سلام شفتي كيف فنان. هي انت الفنان مو بالكيكه حلوه. لا اكيد انت الفنانه. انت بس يمدح عمره، بس يمدح اشياءه. انزين بنستخدم الحين الخلاط الكهربائي اللي عندك هناك. طبعا تزيين الكيكه مثل ما قلنا عندنا الخلطه بتكون خلطه الجبنه اللي هي كريمه الجبنه. عندنا هذا المقدار من الجبنه الكريميه. بعدين نحط معاها الزبده.
يعني عندنا جبنة كريمية والزبدة. بنخلط الزبدة مع الجبنة الكريمية أول شيء، وبعدين بنحط السكر والفانيلا. ممكن نحط الفانيلا أصلاً الحين، خليني بحط الفانيلا من الحين. يا سلام، أخلط لك إياها. أخلط إياها وبعدين بعدين بنحط هذا. على ببدأ على سرعة واطية في البداية. سرعة واطية هنا. افتح لك الغطاء. عشان بس نتأكد إنه خلطنا شوي من الأطراف هني. الحين شوية بحط من السكر. سكر بودرة. سكر بودرة. يعني هنضيف الكمية هذه كاملة. بنحطها كاملة. بس على أكثر من مرحلة. الحين بس في البداية بنسويها شيء. وبعدين تمسك. إيه وبعدين بنضيفها كلها مرة واحدة. الحين بس حاول تخلطها وخلطها على سرعة عالية عشان كل الجبنة اللي على الأطراف تنخلط. أبدأ بسرعة عالية. لا أبدأها بسرعة شوية خفيفة وبعدين. عشان ما يطير علي. أتوقع اختلط كل شيء مع بعض. الحين بنحط السكر كامل. خلاص كامل الكمية الحين. الحين هي بنحط الكمية كاملة. كان يدق باب. عاد انتو في الحلويات لازم كل حبة تنزل يعني بالتفصيل يعني. لأن كله يفرق على فكرة. الحين مو يمكن الحين في الكريمة يمكن مو بوايد. لكن مثلا تخيل إذا كمية البيكنج باودر أصلا تكون مثلا خاشوقة صغيرة. وبعد نصها ما نزلت وياك خلاص ما سوينا شيء. شو الفائدة؟ الحين ببدأ بسرعة واطية بعدين سريعة. صح. أتوقع أنها تمام صارت كل شيء اختلط. حلو وايد حلو. تمام. تقدر تشيل الرأس ولا أساعدك؟ إيش دعوة عاد. أشوف. لا شاطر. إيش دعوة عاد. مو لهالدرجة يعني. تفضلي. أنا أذكر أول مرة خذوا لي خلاطة كهربائية في البيت. معاناة لي. تورطت فيها. تورطت فيها ما أعرف إن لازم أضغط وعقب ألفها وألف وألف زي ما كسرتها. طيب الحين وصلنا للمرحلة الأخيرة، راح نزين الكيكة فيها. نزين الكيكة. طبعاً أنا ما أحب أزين الكيك بطريقة مرتبة. أحب لازم كل شيء يكون الستايل المنزلي على قولتك. إيه شكله شيء حلو يشهي. يعني. تبغينا أول شيء نزينها وبعدين نقصها ولا نقصها ونزينها؟ لا خلنا نزينها الحين. يلا. طبعاً هاي الجبنة الكريمية ثقيلة فما نحط منها وايد. أكيد أحسها ثقيلة على المعدة كاملة. ما إيه وفيها وبعدين بتغطي على طعم الكيكة. نحن ما نبغى شيء يغطي على طعم الكيكة. الكيكة تم حلوة يعني. نزين بس فيها. أوكي ليه ما حطينا طيب حبات موز مكرملة كذا فوق؟ ممكن تحط. عرفتي لا تكرمل الموز وطلع اللون البني منه. وايد يكون حلو. شكله حلو. هي. حتى اللي يحب يعني الموز المجفف بعد بيطلع حلو فوقه. أنا ما أحب الموز المجفف. ولا أنا. أنا طيب كويس. بس أنا الموز أصلاً أحب الموز في الميلك شيك، أحب الموز في الكيك عموماً، في الآيس كريم أحب الموز. أي شيء فيه كريمة ولا حليب يلبق مع الموز. صح. أوكي. بهاي الطريقة. يعني. الله عليك. الله عليك. حنقصها الحين ولا على طاولة التقديم؟ شو تبغي؟ أنت شو تبغي؟ أنا أقول نقصها على طاولة التقديم. يكون أفضل. أنت أحلى مع بعض كله. أنت بعد تساعدني في أكيد حساعدك فيها. زين مشاهدين الكرام بهالطريقة نحن نكون خلصنا وياكم البنانا لوف أو كيكة الموز. نشوفكم على طاولة التقديم بعد شوي. مشاهدينا على طاولة التقديم، شف قلنا شو حضرت لنا اليوم؟ طبعا اليوم كان عندنا طبق المقبلات، طبق من ابتكاري عبارة عن سبانخ بالكريمة مع الخرشوف. أما بالنسبة للطبق الرئيسي كان طبق إيطالي بامتياز
اللي هو روزيتو بالروبيان. أما أنا مشاهدينا جهزت لكم اليوم الكيكة البنانا لوف أو رغيف الموز. رغيف الموز. رغيف الموز هي، ومثل ما وعدناكم بنزينها الحين. طيب أوكي. نقطع الكيكة أول حاجة. شوف أباك أنت تقصص الكيكة وأنا براوي مشاهدينا كيف الطريقة اللي بنزين فيها اليوم. اللي هو البنانا المكرمل. اليوم اللي أنا قلت لك إياه اقترحتها. فكرتك طيب. صح، بس ما بنسويها في التاوة وما بنسويها في البان، بنسويها بالتورج. طيب. زين. ليه ما ركان يقصص الكيكة؟ حابة قطع كبيرة ولا كذا تمام؟ كذا أحس إنها مناسبة. أنت شوف على ذوقك، أنت روحك فنان. أنا أحب القطع الكبيرة لأني جوعان. شوفوا بنرش الشكر بهاي الطريقة على الموز. يا سلام. عادي حطوا كمية حلوة عشان يوم نحرقها اللون يطلع حلو. يا عيني. أوكي. بعدين بالتورج إن شاء الله يشتغلوا وياي. يا سلام عليك. بس أعطيها كرملة حلوة كذا عشان اللون يطلع زين. حلو؟ يا سلام. طيب أنا حستخدم قطعتين هنا. هي. والباقي حستخدمها هنا. يلا أوكي، خلينا نستخدم هالقطعة. أعطيك الأوفسيت سباتشولا عشان تستخدمها. أنا أتوقع أنها كافية. خذها بهاي. هذه أوكي. هي أفضل. تحب الشغل الاحترافي. طبعاً. الواحدين بيشتغل يشتغل صح. يا سلام عليك. شوف ريحتها كيف طلعت؟ أحلى، شوفي اللون، شوفي اللون أنت. يا سلام. ويا مدام، وأحلى كيكة من أنامل الشيف آمنة الذهبية. الكرام نكون بهاي الطريقة نحن وصلنا نهاية حلقتنا، نشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية من برنامج طبختنا غير ريونا.